ديال اكس اس 4 كنقدروا نكتبوها فقط 4 في ln ديال اكس وكنستعملوهم هادو هاد الخاصيه الاساسيه سواء الجداء سواء القسمه المقلوب كتعطينا المقلوب وكتعطينا ln ديال قوة أوس إن. ثم بقات لنا واحد جوج ولا ثلاثة ديال الخصائص أيضا عندنا ألو غادي نقولو بما أن ln دو إكس دالة ln دو إكس تقابل من R زائد نجمة نحو R كنا شفنا في الدرس الأول كيفاش نبينو أنا تقابل كنبينو أولا الاتصال كنبينو الرتابة وكنبينو الصورة ديال المجال ثلاثة الحوايج هادي نقدرو نبينها بطريقة سهلة ln دو x متصلة على المجال R plus étoile ln دو x تزايدية قطعا على R plus étoile والصورة ديال المجال limit 0 plus limit 0 plus infini ونخرجوها إذا الخصائص بما أن هاد ln تقابل من R plus étoile نحو R فإن عندنا هاد الخصائص تالية إذا كانت A تساوي B فإنها تكافئ ln ديال A تساوي ln ديال B كنقولوا أننا دخلنا بالln على هذه المتساوية A يساوي B كندخلو هنا بالln كولي ln ديال A يساوي ln ديال B عندنا أيضا هذه الخاصية بالأكبر من قطعان أو أكبر من أو يساوي حتى هي صحيحة إذا كان A أكبر قطعا من B فإن غادي ندخلو بالln وغادي يعطينا ln ديال A أكبر قطعا من ln ديال B اوكي دونك عندنا هادو بون عندنا وحدين واحد جوج اخرين فيهم علاقة مع الاكسبونونسيال استعملناهم ديجا شوية في التناقص الإشعاعي يعني ln ديال exponential x تساوي x يعني الدالة ln هي الدالة العكسية ديال exponential x هذا مهما يكون x ينتمي إلى R وعندنا واحدة أخرى بالإكسبونونسيال ديال ln دو x كيسوى x هنا بما أن x راه مطبق أولا على ln خاصنا يكون x ينتمي إلى r زائد نجمة مهما يكون x ينتمي إلى r زائد نجمة exponential ديال ln دو x يساوي x ومهما يكون x ينتمي إلى r ln ديال exponential x يساوي x إذن هادو هما بطريقة سريعة الخصائص اللي عندنا الحساب ديال النهاية الاعتيادية الحساب ديال الدوال المشتقة والرسم المنحى ديال ln دو x خاصنا يكون عندنا معروف